قابلني أحد الزوار لهذه البلاد المباركة وقال متعجبا: في هذه الأيام هي أيام مولد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: أنا أتعجب، لا أرى أي مظهر من مظاهر الاحتفال بالمولد في المدينة، مع أن المدينة يقول أولى البلدان، بلدان الدنيا، بالاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام، ويتساءل ما السبب. قلت له: لو أنك عرفت السبب لزال عن قلبك العجب. السبب واحد. قال: ما هو؟ قلت: لأنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، ولأجل هذا لا يحتفلون بالمولد. قال: عجب. قلت: نعم. قلت: المحبة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام لا تكون بالمظاهر المبتدعة المحدثة في دين الله، وإنما المظاهر الحقيقية لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي اتباعه. قلت له: وإن أردت شاهدا ودليلا على هذا الأمر، فهل تعلم أصدق محبة للنبي عليه الصلاة والسلام من محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، بل ومن اتبعهم بإحسان؟ قلت: هل تعرف أصدق محبة من محبة هؤلاء للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا. قلت: الصحابة كلهم ما احتفلوا، والتابعون كلهم ما احتفلوا، وهذه الاحتفالات لم تحدث في الأمة إلا في القرن الثالث، ولا يمكن أن يقال إن هذا خير ادخره الله سبحانه وتعالى لمن جاء في هذه القرون المتأخرة وحرم منه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، بل الحق أنه شر وقى الله سبحانه وتعالى الصحابة منه وعافاهم وسلمهم من الوقوع فيه، وابتلى به من جاء بعدهم، وإلا لو كان خيرا لسبقونا إليه، إذ هم السباقون لكل خير.